لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، وزي ما قلنا في البداية معانا فقرة خاصة جدا عن كتاب بعنوان أخبار اليوم مدرسة صحفية مصرية. الكتاب كتاب موسوعي بيوثق لتاريخ مؤسسة أخبار اليوم من خلال رواد الصحافة المصرية علي أمين ومصطفى أمين. نتكلم أكتر عن الكتاب، عن فصوله، عن محتوياته، من مؤلف هذا الكتاب دكتور خالد عزب. دكتور خالد كمان هو المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. ازي حضرتك؟ دكتور، المشروعين دول اللي هو اول مشروع اللي اسمه مشروع ذاكرة مصر المعاصرة واخبار له مدرسة صحفية مصرية، المشروعين دول ابتديتوا فيهم امتى؟ لا، البداية كانت من حوالي 6 سنوات بالضبط. كان الهدف توثيق الحياة على ارض مصر في القرن 19 والقرن 20، فاخترنا تاريخ حدي اللي هو الحملة الفرنسية على مصر 1798، وتاريخ نهائي بصورة مبدئية 1981، 6 أكتوبر 1981. وما بين دول بنوثق كل ما هو موجود على أرض مصر في الريف والمدن والقرى والعائلات والأشخاص والأفراد والمؤسسات. وجزء من هذا التوثيق هو توثيق تاريخ الصحافة المصرية. يعني التوثيق في جميع المجالات، في جميع المجالات، في كل انحاء مصر، حتى القرى، حتى النجوع، حتى الكفور، حتى الافراد. كل ما يمكن. ده مين اللي بيعمل المشروعين دول؟ مكتبة اسكندرية هي القائمة على التنفيذ على المشروعين دول. يعني كل ما يمكن ان انت تتخيله على ارض مصر، حتى الفلاح العادي لو وصلنا له الورقة هنحطها. لان انت بتحاول تلم ما تستطيع ان تحصل عليه من اجل ان يظل هذا جزء أساسي من ذاكرة الوطن. وبمرور الوقت أنت بتفقد الكثير، فكل ما بتقدر تحافظ على الكثير من القليل الموجود فده بيعتبر إنجاز في حد ذاته. مكتبة الإسكندرية فقط بتشرف عليه ولا بتمول المشروع كمان؟ بتمول المشروع، ده مشروع وطني، فبالتالي ما ينفعش حد تاني يموله غير مؤسسة وطنية. وحضرتك المشرف على المشروع ومؤلف الكتاب. لا، مش أنا لوحدي، عشان بس تبقى الصورة واضحة. إحنا بنشتغل في إطار ما يسمى البرامج البحثية. أيوة. كل برنامج بحثي بيشترك فيه أكثر من شخص، ففي واحد بيليد المشروع، بيقود المشروع، ومعاه فريق من الباحثين. فأنا في هذا المشروع كان معايا زميلي ممدوح مبروك في مكتبة اسكندرية، ومعانا فريق آخر كل واحد له مهمة. يعني في ناس بتشتغل في التصوير الفوتوغرافي، في ناس بتشتغل في الإخراج، في ناس، يعني دي فرق عمل مش مشروعات بيقوم بها أفراد. طيب، اللي انتوا يعني المعلومات أو الداتا اللي انتوا بتحاولوا تجمعوها بتجمعوها منين ومنين ومنين او فين وفين وفين؟ لا، في مصادر متعدده، بدءا من شراء المواد نفسها. الى التعامل. زي ايه شراء المواد؟ يعني مثلا بنلاقي وثائق في الاسواق فبنشتريها، بنلاقي صور نادره فبنشتريها، بنلاقي البومات، بنلاقي مواد، بنلاقي ملابس قديمه لاشخاص مهمين، بنلاقي طوابع بريد وعملات قديمه. كل ده لو قدرنا نستحصل على افلام، يعني حصلنا على مجموعات ضخمة من الأفلام. كل ما بنحاول نجمع مادة ونضمها لرصيد مكتبة اسكندرية ده بيكون إضافة. في أي مجال؟ في أي مجال، في أي شيء. حتى لو أنت تتخيل لو في الشادوف في الريف كتبت ورقة بيع وشراء. طب حضراتكم عملتوا إعلان مثلا للشعب المصري اللي عنده ممكن يبقى، احنا مش كشعب تلاقي عندنا إيه قطعة مثلا أثرية مش عارف إيه عندنا. لو عملت إعلان يبقى أنا ببوظ، بخلق حالة من الخوف عند الناس، لأن قانون الآثار مثلا عامل حالة رهبة عند الناس بتخليها تمنع من الكشف عما لديه. دكتور، ده في وجود الآثار، إنما أنا بتكلم في إن هو وثائق مثلا. أنا عندي مثلا جدي عنده وثيقة خاصة بمش عارف. حتى قانون الوثائق معيب في مصر، بيمنع الأفراد إن هم يحوزوا وثائق. طب ازاي احنا بنعمل ده وفي نفس الوقت ممنوع ان احنا نجيبهم منهم؟ ما هو محاولة التغلب على القانون، محاولة التغلب على العقبات والثغرات اللي بتعوق جمع ما اللي بتعوق جمع ما لدى الافراد والعائلات. يعني مثلا انا هضرب لك مثل قريب جدا. احدى العائلات العريقة، وهي كان جدها الاعلى رئيس وزراء مصر، بتمتلك وثائق تتعلق بهذا الشخص وملابسه الشخصية. نعم. وألبومات صور خاصة به ونياشينه وغيره. مضى على تولي هذا الشخص 100 عام طبقا لقانون الأثار، ينطبق عليه قانون الأثار. طبقا لأحكام الدستور لا يجوز للأثار أنها تصادر هذه الممتلكات. فأنت عندك في أزمة وإشكالية كبيرة جدا هنا، محتاجة حل جذري.
وهو تعارض قانون الآثار مع الدستور المصري. تمام. حرية الأفراد في امتلاك ما يرثونه من الأجداد. كويس. تمام. يعني فده بيخلق يعني هو من ناحية غير قانوني ومن ناحية التانية بيتعارض مع الدستور. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان نصل إلى صعيد مصر وإلى ريف مصر وإلى العائلات الكبرى بصور شخصية بشبكة ضخمة جدا من العلاقات للحصول على هذه المواد. يعني تاريخ المضايف في صعيد مصر، المضيفة دي شيء أساسي من تركيب العائلات الكبرى في صعيد مصر. ده صحيح. أنا عندنا مشروع لتأريخ وتوثيق هذه المضايف وكتير منها اندثر واللي باقي منها قليل نظرا لبدء تغير العادات والتقاليد الاجتماعية في الصعيد. فده شيء مهم من حياة المصريين، ويجب ان احنا نحيي بصورة اخرى تقليد المضيفة، لان ده جزء من التراث المصري الجميل، ان انت لو نزل عند غريب هيلاقي مكان يقيم فيه ويأكل ويشرب ويتمتع بالأمان داخل القرية أو المدينة. صحيح. طب يا دكتور، لو يعني قبل ما ننتقل للكتاب ونتكلم عنه بالتفصيل، المصادر اللي بتصلوا ليها في الآخر، لأن هي مواد وثائقية، بتتأكدوا من صحتها؟ طبعا، لأن احنا عندنا خبراء في هذا المجال، يعني ما احناش مؤسسة، مكتبة اسكندرية مش مؤسسة قليلة يعني. فلدينا خبراء ولدينا شباب بندربهم تدريب جيد جدا على معرفة الأصول وأنواع الخطوط والمواد وتركيبتها. ممكن نعمل فحص معملي لو تستلزم الامر يعني. اكيد. اتكلم بقى عن الكتاب. بدات حضرتك فكره الكتاب امتى؟ بدات فكره الكتاب مع بدايه المشروع لتوثيق الصحافه المصريه في القرن 19 و20، خصوصا من 6 سنين يعني. من 6 سنين خصوصا ان الصحافه المصريه لم تلقى الاهتمام الكافي من التوثيق. في محاولات جرت في كليه الاعلام في جامعه القاهره، في محاولات جرت في عده مؤسسات اخرى، لكن احنا بدانا احنا نعمل سيرفي كامل للصحافه المصريه. انتهينا من روزا اليوسف واخبار اليوم ودار الهلال، ودلوقتي بنشتغل على الجمهوريه والاهرام، بالاضافه للصحف المصريه اللي اندثرت وما عادتش موجوده. اخبار اليوم بدات باتفاق مع مؤسسه اخبار اليوم انها تفتح لنا ارشيفها وصورها، وفعلا كان في تعاون كامل من مؤسسه اخبار اليوم في هذا المجال. من ناحية تانية كانت السيدة صفية مصطفى أمين ساعدتنا كتير بأنها أدتنا أشياء لم تنشر من ذي قبل عن والدها وعن عمها وعن الأسرة وعن تاريخ المؤسسة نفسها. استطعنا أن احنا نحصل على بعض الوثائق المتعلقة بأخبار اليوم بطرق خاصة، زي ترخيص إصدار أخبار اليوم أو الطلب اللي قدمه مصطفى أمين لوزير الداخلية للحصول على الترخيص، أو التأمين اللي دفعته أخبار اليوم عشان تضمن صدورها، واللي هو كان 300 جنيه دفعه مصطفى أمين، وهكذا. فالحصول على بعض الوثائق تم بمعرفتنا. دكتور، مشروع ذاكرة مصر المعاصرة وأخبار اليوم مدرسة صحفية مصرية، إيه الفرق ما بين الماتيريال اللي بتحطوه هنا وما بين الماتيريال اللي بتحطوه هنا؟ لا، الكتاب بيؤلف وفق منهجية. يعني أنت عندك سيكونس، تتابع منهجي بتخلي القارئ يلم بتاريخ المؤسسة. الموقع كمؤسسة أخبار اليوم، كمؤسسة بإصداراتها بتاريخها بكل ما فيها. على الموقع أنت بتلاقي المعلومات متفردة جوه الموقع منتشرة. يعني أنت عايز السيرة الذاتية مصطفى أمين هتطلع لك، السيرة الذاتية لعلي أمين هتطلع لك، عايز التراخيص هتطلع لك، عايز إصدارات أخبار اليوم هيطلع لك كل إصدار لوحده. لكن الكتاب فرق عن الموقع أن في منهجية في التأليف، وفي عرض أسلوب عرض المادة بصورة متكاملة. دي مواد متفرقة جوه الموقع. مرتب. لكن مشروع ذاكرة مصر المعاصرة لامم كل حاجة خاصة بمصر، وأكثر مما هو موجود في الكتاب. تمام. يعني بشكل أوسع بشكل أوسع كتير طبعا. تمام. حضرتك يعني دلوقتي لو أنا حابب أن أنا أخش على الإنترنت أشوف الجزء الخاص بالكتاب أو المشروع اللي هو ذاكرة مصر المعاصرة، هل ده متوفر حاليا؟ متوفر. انت هتكتب ذاكرة مصر مصر على جوجل او على اي محرك بحثي، هيطلع لك موقع ذاكرة مصر، هتعمل كليك، هتطلب اخبار اليوم، هيطلع لك معلومات عن اخبار اليوم، هتطلب مصطفى امين يطلع لك مصطفى امين. الكتاب عرفنا ان هو يعني المجموعه، انتوا بتعملوا مجهود عشان يوصل في الاخر كتاب. بقى المشروع ذاكرة مصر المعاصره ده هدفه ان احنا نوصل ان احنا نشوف كل حاجه عن مصر على الانترنت، ولا هتستخدموه بعد كده في حاجه تانية؟ لا، شوف حضرتك، والهدف من ذاكرة مصر المعاصره إن أجيالنا اعتادت أنها تقرأ التاريخ من خلال الكتاب. الأجيال الجديدة لن تقرأ الكتاب.
فهتدور على التاريخ عبر شبكة الإنترنت. تمام. فده مشروع وطني الهدف منه أن بدل الشباب بتاعك ما يروح لمواقع إسرائيلية أو أمريكية أو فرنسية عشان يقرأ تاريخ مصر، لا أنا هديه تاريخ مصر باللغة العربية، بدهوله على هيئة معلومات زي ما هو بيحب، ما بكولوش تفكيره، هو اللي بيصيغ تفكيره ورؤيته للتاريخ من خلال المادة اللي بيشوفه. دي صورة على فكرة على الشاشة لجد مصطفى وعلي أمين للأب، والأب اللي هو يوسف أمين، ومحمد يوسف أمين الأب المحامي اللي هو زوج رتيبة، ده التبعي ومصطفى أمين، دي صورة للتبع ومصطفى أمين موجودة داخل الكتاب، دي من الصور النادرة جدا. ده علي ومصطفى أمين وهم أطفال وكانوا شبه بعض جدا، وكانت والدتهم بتحط لهم شريطة في راس واحد عشان تفرق عن التاني، الأم نفسها ما كانتش بتعرف، فكانوا بيلعبوا مع الأم لعبة لطيفة إن بيبدلوا الشريط عشان يلخبطوا حتى الأم رتيبة زغلول. ده سعد زغلول خال مصطفى وعلي أمين والسيدة صفية أمين، ده بيت الأمة اللي نشأ فيه مصطفى وعلي أمين وهم في طفلتهم. وده العدد الأول من أخبار اليوم اللي صدر في 11 نوفمبر 1944، وده طبع منه 100,000 نسخة ونفت في نفس اليوم، وكان بيعتبر قنبلة في عالم الصحافة المصرية في ذلك الوقت. إيه الصورة اللي على الشمال دي بعد إذنك؟ ده الأب رتيبة زغلول والأب محمد أمين يوسف والطفلين مصطفى وعلي أمين، ودي من الصور النادرة للعائلة يعني. أكيد. طب دي وإيدي كمان؟ ده إصدار إعلان عن إن أخبار اليوم وزعت في أول عدد 110,000 نسخة، وده كان رقم قياسي في تاريخ الصحافة المصرية في تلك الفترة. كانت خبطة يعني بالنسبة. كانت خبطة، ما كانش حد مصدق إن حد، ده رهن الساعة. ده قصة لوحده. يبقى رهن الساعة. مصطفى وعلي أمين كانوا طلبة وكانت أمهم منعهم يشتغلوا في الصحافة، وكان في حرب داخل الأسرة إن الولادين دول يركزوا في دروسهم وبتاع ويسيبهم الكلام الفاضي ده، فكانوا بيطبعوا مجلات ويوزعوا على الطلبة وكده، فرهنوا ساعتهم عشان يمولوا طباعة مجلة في الفترة دي. خسروا الرهن طبعا. دي الأم رتيبة زغلول، دي الصورة ليها. فدي دي مجموعة من الوثائق والصور الموجودة داخل الكتاب وعلى موقع ذاكرة مصر، اللي هيدخل على موقع ذاكرة مصر هيلاقي مما هو أكثر بكثير مما يتخيل أي حد.